وعلى هامش احتضان تونس لمؤتمر تيكاد 8 انتظمت بمدينة الثقافة أشغال المنتدى الاقتصادي التونسي الذي نظمه الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بالتعاون مع وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي. عن تجربة حديثة في تركيز فرع مجمع المنتجات الطبيعية بالقطب التكنولوجي بمنطقة الفجة من ولاية منوبة بنحو 19 مليون دينار، تحدث المستثمر الياباني يوزوكي سارايا ذلك خلال المنتدى الاقتصادي التونسي الياباني، مؤكدا عزمه الترفيع في موارد البشرية وتوسعة طاقة التجارة نحو بقية الدول الإفريقية. أعتقد أن تونس تتوفر على العديد المزايا التفاضلية، الإمكانيات خاصة في الفلاحة والصيد البحري، وهناك الموارد أيضا. هنا شعب جيد لم نعرفه من قبل، لكن وجدناه متعلما بشكل جيد ومثقفا وقادرا في مجال الأعمال. أعتقد أن هذه الفرصة التي أتيحت لي أعجبتني، التقيت خلالها بعدة تونسيين ونستطيع لاحقا أن نعمل سويا مع شركات يابانية. وعن هذا العمل المشترك وأثقه تركز الحديث خلال هذا المنتدى الاقتصادي بعنوان تونس مركز إقليمي للفضاء الأوروبي المتوسطي، وذلك في ضمن الأرضيات الاستثمارية المتاحة في البلدين وفي القارتين الإفريقية والأوروبية. نائب رئيس منظمة الأعراف تحدث عن ثقة متبادلة متجددة ورغبة يابانية في تطوير الاستثمارات الموجودة مثل مكونات السيارات وتركيز أخرى في مجالات كثيرة مثل الصحة. أتكلم على طاقة مجددة، عندهم خبرة كبيرة في الميدان هذية، كل ما يخص الصناعات الميكانيكية والكهربائية، كل ما هو فيه التكنولوجيا، الصناعات الغذائية زاد كذلك. زاد أننا على بلاغ ما بين منظمة الأعراف اليابانية والتيكا باش نقربوا معناها أصحاب المؤسسات الكويسة مع التفكير اليابانيين ولا رجال الأعمال باش معناها نوصلوا شركات جديدة، وثم معناها رغبة باش يطوروا، والتيكا هي فرصة معناها باش شركات. مستوى التعاون المنشود قد يضعف من حجم صادرات تونس نحو اليابان الذي ظل لسنوات ضعيفا بل موصوفا بالمحتشم، يقتصر أغلبه وفق التقديرات على الأسماك.